السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناة ديالكم الناصر عايز فلوكس. جات المناسبة باش نكملوا الدروس ديال المونتاج. غي هو اللي بغيت نقول لكم بالله راه هذا هو اخر فيديو ديال المونتاج اللي غندير لكم. وعدتكم قلت لكم غندير لكم شي 5 الفيديوهات على المونتاج على هذا اللوجيسيال هذا في المورا. ولكن لاحظت بالله العديد قريت الرسائل ديالكم ولا لي كومونتير ديالكم تعليق، لقيت العديد ما عندوش الباك سكرين هذاك الجرين سكرين عفوا. لذلك غادي ندير له شي حاجه اللي تتوفر على عند الجميع، ما نديرش انا شي حاجه اكسبسيونيل اللي تتوفر غير على عند شي 10 الناس ولا 6 الناس ولا بحال هكايا، ونصدق جميع المتتبعين ديالي غادي feel disappointed، يحسوا بخيبه امل حيت ما عندهمش داك الجرين سكرين. لذلك ان شاء الله بحول الله غادي نعطيكم بعض الخصائص ديال هذا اللوجيسيال هذا في المورا، ونوريكم بعض الامكانيات كيفاش تصايبوا فيديو احترافي، وان شاء الله بحول الله نوريكم كيفاش في نفس الوقت غادي نجاوب على الاسئله ديالكم اللي توصلت بها في الفيديو السابق اللي قلت لكم كيفاش تحميل دوريتكم كيفاش تحميل برنامج في المورا. ان شاء الله بحول الله دابا نبقاو في الشرح. بيس ليكم خوتي خواتاتي. من بعد ما تتيليشارجيو لوجيسيال كما درت في الفيديو اللي فات وكيفاش تثبيت على الحاسوب ديالك خدام مزيان، المهم من بعد شرحت لكم بعض الخصائص ديال فيلمورا في الحصه اللي فات في الدرس الفيديو اللي فات. دابا ان شاء الله بحول الله نوريكم بعض الخصائص في هذا الدرس هذا. على سبيل المثال انا ابقى نجاوب على الاسئله ديالكم. كاينين الخوت على سبيل المثال تدير فيديو دار ولا تدير فيديو تدير اخطاء في فيديو. انا راه عرفتي باش تندير فيديو راه تندير شي فيديو تندير فيديو كاينين شي كلمات تنحيدهم، كاين شي عطسه بحال تنعطس تنحيدها. لذلك هذه طريقه راه الا ما درتيهاش في المونتاج راه المونتاج ديالك الفيديو ديالك تيبان ماشي احترافي. لذلك ضروري تتمشي تتقلب على هذيك العطسه نافح العطسه ديالك تتلقاها بحال هكايا، تتلقى هذا المقص هذا تتبداها تتشوف منين بدات العطسه ولا منين بدات هذيك الهضره اللي ما بغيتيش تتقال، تتقلب على النهايه ديالها تتكليكي على هذا المقص هذا كما تتشوفوا وتتكليكي على ديليت في سميتو في الكلافي كما تتشوفوا. انا حيدت واحد البارتي بغيت نحيد هذا البارتي هذا اللي غير تحطيت هاني تنجري صافي. من هنايا نحيد هذه تنبركو على المقص وتنزيدوا واحد شوية تنحيدوا هذه تتبان لكم تنحيدوا تنديروا ديليت في الكلافي تتمشي. هذا الشيء الناس اللي تيقولوا شي حاجة وتيقولوا لا ما خصناش نديروها في فيديو، هذا هو المقص اللي خدام. المهم اخوتي راه هادشي تنديروا للمبتدئين ما تنديروش الناس اللي محترفين. الله يعاونكم اخوتي. كنديروا لخوتي وخواتاتي اللي يلاه بادين في المونتاج عاطيهم حتى هما وقت ديالهم، لذلك ضروري نجاوب على الاسئله ديالهم. هادشي اللي كاين اخوتي، وكاين واحد الطريقه احترافيه الناس اللي تيديروها. غادي نحيدوا دابا هذا الفيديو هذا، وهذه طريقة احترافية غادي نوريها لكم حتى انا تنديرها بعض المرات من تنكون جالس غير في الدار تندير فيديو في الدار. على سبيل المثال تتجر هاد التصويره هادي هكا تتشوفوها. دابا خدمت التصويره ما تتحركش التصويره. كاين واحد اللقطة في المونتاج من تتكون تقول شي كلمة تجي عندك الكاميرا لوجهك تدير لك الزوم، ولا تكون حداك الصديق ديالك تكون داك الصديق ديالك قال شي كلمة وتدير له الزوم، ولا تتكون عندكم ثلاثه الاصدقاء ولا شي بحال هكايا تيكون الزوم جاي من الصديق ديالك اللي في اليسار ولا في اليمين وجاي وغادي ليك نتايا وغادي للصديق اللي الموالي اللي حداك. لذلك غادي نصايبوا هذه الطريقه هذه. تكليكي على الفيديو ديالك ولا التصويره، انا اختاريت غير التصويره، تجيو لهذا دروب اند زوم تتكليكو على دروب اند زوم. هنا بان اند زوم هذه القضيه سميتها بان اند زوم. كاين تيخرجوا لك اربعه المربعات جوج مربعات عفوا تتشوف فين بغيتي يبدا. على سبيل المثال انا هذا هو وجهي، هذا هو وجهي تنكليكو عاوتاني على المربع الكبير كنجرو تنشوفو هذا هو الوجه ديال الصديق ديالي. بغيت انا الكاميرا تبدا من الصديق ديالي وتجي للوجه ديالي، وتختار هنايا الفورما مانيوال هنا 16x9 تختار 16x9 هي فين تيبان داكشي كبير وتدير اوكي في الاخر. بعدا تشوف واش خدام داكشي مزيان كما تشوفوا راه بدا من الصديق ديالي على سبيل المثال وجاي الكاميرا جايه لهنايا. من تكون تقول شي كلمه مضحكه في المونتاج ولا شي حاجه ضروري دير هذاك الزوم باش دير واحد الملامح ديال الوجه ديالك. هذا في طريقه في المونتاج اللي خدامين الناس في بودكاست. كما تشوفوا هاني صايبت دابا هنايا كما تشوفوا هي التصويره ولا تتحرك ولا بحال في شي فيديو بحال الكاميرا ولا تتحرك. تشوفوا بالله راه بحال ثقيله شي شويه ولا مسرعه، بغيتوا تزيدوا لها في السرعه تتشدوا هذا سميتو تتيبانوا لكم جوج اسهم وتتصغر هذا البارتي هذه. من تصغر تتولي مزروبه. بغيتي ديرها ثقيله ما عفوا اوكي
قيلك بحال هكايا تتشوفوا اما داك بحال اللي قلتي داك الزوم غادي تقيل، داك الشيء رائع جدا. هذه طريقه اخرى، لذلك بغيت عاوتاني واحد الطريقه اخرى اللي نجاوب واحد الاخت قالت لي يا ناصر كيفاش دير الوارور مارك. وارور مارك هي من تدير شي تصويره ديالك باش فوق الفيديو ديالك ولا السميه ديال الشانيل ديالك باش حتى باش يبان داك الشيء حتى الا خدا لك شي واحد الفيديو راه تتبقى ديك العلامه ديال سميتو العلامه ديال القناه ديالك لاصقه في الفيديو. على سبيل المثال تجي تتحط الفيديو اللي بغيتي والتصويره ديالك ولا اسم القناه ديالك تتحطها هنا لتحت هنايا فوتو تتبان لك هنا كبيره بزاف وما كبير غير الله. تتشد تتصغر هذه القضيه هذه وتتحاول تدورها في اي اتجاه بغيتي ولا المهم انا قلبتها هكا. تتشد هذا تتحطها في البلاصه اللي بغيتي نتايا كما تشوفوا البلاصه اللي بغيتي. حاول ما تحطهاش الاخ ولا الاخت ما تحطيهاش هنايا حيت كاين في اليوتيوب كاينين واحد المزايا في اليوتيوب اللي تيقولوا لهم كاردز هما تيطلعوا واحد النوتيفيكيشنز هنايا تيقول لك هالفيديو الموالي. ما تحاولش تحط الفيديو هنا وارن مارك ديالك هنا ولا هنا ما تحطش هنايا حيت كاين هنا في اليوتيوب تيكتبوا لك عاوتاني كاين واحد الوارن مارك ديال سبسكرايب ولا شي حاجه. الا لاحظتوا في الفيديوهات ديالي راه تلقاو ديما واحد التصويره ديالي بالنظاظر ومكتوبه سبسكرايب. حاول تحطها هنايا حاول تحطها هنا. اوكي ذاتس ات بحال هكايا كما تتشوف الفيديو انا جاي هكايا وهاد التصويره باقا هنايا. انا درت غير تصويره بغيتي دير السميه ديال القناه ديالك دير السميه ديال القناه ديالك بغيتي دير شي معلومات اخرين دير معلومات اخرين تمايا. هادشي اللي كاين اخوتي. على سبيل المثال هاد لي فلتر بلا ما نشرحهم راه القضيه سهله بزاف بزاف بزاف. كاينه واحد الطريقه بغيتي دير جوج ديال التصاور ولا جوج ديال الفيديوهات كما تتشوفوا تطلع لكم بحال هكايا تدير بلاس تتخرج لك هنا تيقول لك دروب زون واحد زوج. على سبيل المثال تدير التصويره هنايا تدير التصويره الثانيه بحال هكايا تتبغي تعدل التصويره بحال هكايا. انا هنايا ما عرف شنو تندير كاع ديك التصويره وهذا الجو هذه وكما تتشوفوا تديروا النكست. اوكي تيطلعوا لكم جوج تصاور ولا جوج فيديوهات. هذا البونتاج هذا البروغرام عفوا راه غير ديال الناس اللي يلاه باديين والناس المحترفين. الا بغيتوا تستعملوا شي حاجه بغيتوا ديروا هذا بلوك باستر كاينين بزاف ديال الحوايج. وغادي نجاوب على السؤال الثاني كما تشوفوا هذيك قيستها للناس اللي باغيين يديروا شي حاجه اخرى. غنجاوب على بعض الاسئله ديال الاخوان دابا. كاين الاخوه اللي قالوا لي كاين خصنا بلوك باسترز خصنا. كاينين البنات اللي قالوا لي ما عندناش حنا البيوري ما طلعتش لينا البيوري. كاين اخوتي وكاين واحد الاخت قالت لي يا ناصر انا من تندير روجيستري الفيديو على سبيل المثال غادي هكا ميديا ها هو الفيديو صايبته على سبيل المثال صايبت الفيديو من تندير نبغي نروجيستري الفيديو ولا تندير له سيف حتى من تنخرج الفيديو تنبغي نتفرج فيه تتبان لي وارن مارك هنايا ديال الفيلم وراه مكتوبه حيت هذا البروغرام مدفوع خصك تشريه. كاينه واحد الطريقه اللي يلاه تعرفت عليها دابا اللي انا حتى انا درتها دابا وخدامه ليا مزيان. تتصل بالشركه ديال فيلمورا اللي غادي تلقاو الرابط ديالها لتحت غادي تقول لهم حنا عندنا 500 صديق في الفيسبوك ولا 500 صديق على اليوتيوب ولا 500 صديق في تويتر ولا الانستغرام. تتقول لهم عطيونا الكود ديال هذا البروغرام هذا باش نديروا لكم الريفيو ولا باش نستعملوا هذا فيلمورا هذه. تيجاوبوك دقه تيعطيوك دغيا الكود تيصيفطوا لك الكود تيصيفطوا لك كل شيء تتاكتيفي سميتو كما درت انايا دابا خدام به هذا اللوجيسيال هذا اللي هو فيلمورا خدام به ما تطلعش ليا الوارن مارك هنا وما تطلع ليا حتى شي حاجه داك الشيء تيبان مزيان. هذا الشيء اللي كاين على الطريقه هذه وريتها لكم ونتمنى تستافدوا منها بزاف. غادي تعطيكم هذا البروغرام هذا فابور غير اتصلوا بهم وغادي نخلي لكم الرساله ونخلي لكم شنو غادي تقولوا لهم باش يبان داك الشيء احترافي. غادي نقول لكم الرساله اللي تقولوا لهم وغادي نوريكم السيت فين تبوستيو لهم هذا الشيء غادي تلقاوه ديما في الخانه ديال الوصف. هذا الشيء اللي كاين اخوتي كاين الاليمنتس بلا ما نشرحهم راه كاين كل شيء هنايا غير تتشد وتحط في ديك اللقطه اللي بغيتي تحط فيها شي حاجه. وهادشي اللي كاين اللي بان ليا بحال صعيب شي شويه نوريته لكم وغير بعد شويه ديال الوقت ان شاء الله بحول الله غادي تكونوا محترفين في هذا البروغرام هذا. لذلك اخوتي خواتاتي هذا هو اخر فيديو ديال المونتاج ان شاء الله بحول الله غنطرق لواحد الدروس اخرين اللي هو
العديد من الاخوان تيبغيو يتوصلوا بمنتوجات، لذلك غادي نهضر في هذا الموضوع هذا. لذلك الموضوع الجاي ان شاء الله بحول الله غادي يكون كيفاش توصل بمنتوجات، وغنوريكم بعض الطرق اللي تنتوصل بالمنتوجات. انا منتوجات راه والحمد لله ولاو منتوجات غير تيجيو بفضل الله والخدمه بزاف. لذلك ان شاء الله بحول الله غنتقاسم معكم هذه، وما غنخبيش عليكم حتى شي حاجه كما تحت شعار لا للاحتكار كما تنقول لكم. غادي ان شاء الله بحول الله نوريكم الشركات اللي تقدر تتواصلوا معهم اللي تتقبل الناس مبتدئين، وان شاء الله بحول الله توصلوا بمنتوج ديالكم وحتى نتوما ديروا مراجعه للمنتوجات. هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم اخوتي في هذا الدرس هذا. تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف بزاف. ما تنساوش اخوكم ديروا له لايك، ولا كنتي جديد على القناه ديالي دير سبسكرايب ولا اشتراك ولا ابوني باش تنضم للعائله ديالي اللي هي اكثر من 60,000 فرد العائله. ما كنقولش لكم لي فان، كنقول لكم العائله ديالي. تهلاو ليا في راسكم بزاف وبيس ليكم.